أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد بن شطا رحمه الله تعالى: فصل في بيان أركان الدين. وحوف فصلها أركان الدين إن لعديه التي أركانتها سو هي الإيمان والإسلام والإحسان. فصل كان شيخ وحوقه هذا للدونا رحمه الله تعالى سد حدا الرماد وإيمانك أركانته وإسكليه إيوه أركان الإسلام إيوه معنى الإحسان. إحسان كوحلول يقانه من علامات الإيمان. علامتها إيمانك وقفك إنه مومي هي تصنع علامتها دوحة كمدة اليقين يقينتا كمدة إيوه التصديق الرمينتا بما جاء به النبي وحي النبي إلي مد الدين أهدمان للرمي صلى الله وسلم وبارك عليه. الشيخ وحوك يري على مدها لقوك قرن يقف كمؤمن كا وحكم ذا يقين. يقين يعني أولي جدد لقلي هاي وحوي وقفك دين تسرد بإنه أرمي إساقه وحد بعسنان يوح شكي وسنقلني. يقين تاس هي الرمين تا إلا الرمي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقي يدينتي والنبي قل لي صلى الله عليه وسلم إلا الرمي تاس وحي كمتاي على مدها إيمانك. جاء وحي يمد في الحديث حديث كي دحديث وحاكو يمد حديث كاسو عن النبي نبي حقي صلى الله عليه وسلم كا هذي أنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري إذا أراد الله بعبده إلهي أدون كيسا خيرا خير هدو الله الدهن إلهي أدون كيسا سلك إلهي وحو قليا في قلبه قلب عبده أدون كاس قلب كيسا إلهي وحو دح قليا اليقين يقين دح قليا إيو التصديق إيو الرمين. وإذا أراد إلهي هدو الله الدهن به بالعبد أدونك هدي إلهي شرا وحشرا ولدوننا سلك في قلبه أدونك قلبه سإلهي وحو قليا الريبة الشكي ودينتي إيمانك إسلام مديبا وصدبا أوصن أهبن أوصن أيقين سنين وكشكي سنيهي دينتا أهي ستوردنبا وكشكي سنيهي أدونك سنة وأدون شر للدوني. حديث كان نبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحلق وريي إنو يري إلهي هدو أدون كيسا وخير لدونه سلك في قلبه قلبه كيسا وحو قليا اليقين هبال وحله به إن وحو النبي قل لي من صلى الله عليه وسلم قدهان بأي يقين كل سنهين إيو تصديق الرومين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي النبي قل لي من قدهان بأين الرومين إيه وحي النبي قل لي من صلى الله عليه وسلم قدهان بس يقين إنه قاته تاسى إلهي قلبي سجليا. إذا المركة حديث كان وحو كتسن قفك مربع هذه قلبي سا وكي يقين سنية هاي وحيالها الدين تو أي نوش يكتي أو إلهي رمين تيسيا رسولك رمين تيسي صلى الله عليه وسلم قبرك عذاب كيسا يا النعمة ديسا جنة يا النارتا حسابتا سراتك أرمها صورا هدو سي يقين أدونك أرمي سنية هاي وحي تاسي أستان وتهي أدونكاس إن إلهي خير لدوني إن إلهي خير لدوني أي أستان وتهي تاس مرك محال لغو فهمي كراب قفك قلبي ويسا أرمها إن داعد أي كي تهي إيمانك وأرمها أو يقين سنية هاي وحال لغو فهمي كراب حديث وحاجري بيهقي كتاب كيسا شعب الإيمان وكو وريي حديث كاس وحديث كي حارثة صحابي لديه جري صحابي حارثة اللي راهو أي نبي صلى الله عليه وسلم وحكير كيف أصبحت يا حارثة حارثة وسيكو وبرست حارثة مركز وحكير أصبحت مؤمنا بالله حقا وحنكو وبرستي أنيقو مؤمن طبعه
مؤمن حقيقة أهلي وآه أيام وابريستي نبي صلى الله عليه وسلم وحيري فما حقيقة قولك هذا الكاغر ابن مديسي حقيقة ديسا محاط السناية إن قلبك إيمان يقين أي كبوحان محاط السناية مركز وحيري صحابك فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا واحد مدى عرشك ربي إن هرتيد أكم وغضا سيدان أرمي سنهاي وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وحدما ليس أهل الجنة إن أنفيرين أيقو جنة إسكسوا بوقناي جنة أيقو إسكسوا بوقناي سيدة جنة يقين أن أرمي سنهاي يقين سيدان أرمي سنهاي جنة واحد مدى إن مالي والبا إن دهيق أن كفيرين أيو أيضو ضدك أهل الجنة إسو زيارنايا أو إسو صوب وقنايا وإلى أهل النار يتعاون فيها أهل النار كينا واحد مدائنا فيرنايا أيضو النار تي كدح قيلي وعذاب كي يدباتدي قبستي قيلدو دي واحد مدائنا فيرنايا المقلي أهل النار كي واسد إيمان كي بويهي إيمان يقين ودين تجلجلع عن الأرمين لا شك عن الكرميزين لكن سي يقين أن دين تأرميه مركي هذا الكاسحابي قاسي النبي كويري صلى الله عليه وسلم رسول كويري عرفت فلزم إيمان كي هذا واد قراتي سيدا لازم وير سيدا سكو سعو وحول بأي ظهرت هذا يالان أوكال يقين تسيدا سو ولذلك مركي إحسان كاللوي ديي النبي صلى الله عليه وسلم اللي يري إحسان كمحوية هاي النبي صلى الله عليه وسلم محوير أن تعبد الله كأنك تراه وين هذا إلهي عابده أديكو إلهي أركي يوكل إلهي أديكو أركي يوكل وين هذا إلهي عابده مرك الدين توحل دوني قفك إيمان كيسو حقيقة يهي أو إيمان كيسو حوق لي يهي وحلو فهمه نارت مرك اللوغة شاكين ينا واحد مدان نار تيبا إنو هد أجيده جنة مرك اللوغة شاكين ينا وحد مريسا إن جنة ديبا هد أركي يبا أياد مدان سيوحوال بقو يقين أقاتل يقين نبي صلى الله عليه وسلم وحيري عبد نور الله الإيمان في قلبه وحتى يضون قلبه إلهي ونور كبوحيي عبد نور الله الإيمان في قلبه وحتى يضون حارثه قلبه إلهي إيمان وكن نوريي مركز سيدة اللازم وسيدة كسعور إذن مركز حال الدوني قفكو إن إيمانك سو هدو يقين يهي وحيالها الدين تو أي شيء يسودن سقو إن ده كو أركي أو كله وقبره النعمة دي سي أركي وعذاب القبر أركي مرك قبره اللوجش كيني نارت مرك اللوجش كيني نارت سقو أركي أو كله إنه أرو ميسنج جنة مرك اللوجش كيو لوجش يقو إنه جنة دي يدتك أهل الجنة سوزي أرناي أو يسوب وقناي إنه إن ده كو هاي أو كله هركس إنه جرال هذا مقام كاس محليرة مقام الإحسان مقام كسحاليرة مقام الإحسان ومقام لجارو وآد وينو ولذلك مقام كسوح جاري حارثة صحابي الليرة النبي قلنا وأقري صلى الله عليه وسلم وإذا أراد إلهي أدو لدون به أدون كشرا شر هدو إلهي لدون سلك في قلبه قلبه سي إلهي وحود حق لي أريبة الشك أي إلهي قلبه سكب وحيا أدون كشر تلدوننا وحول بهدي جنة النار يسوى البلوغة شكيه وكشكنا وحن واحد جرمية نار واحد جرمية جنة واحد جرمية يولي أدون كاسي وأدون شر إلهي الله دوني سبحانه وتعالى حديث كان وحو لما عني هاي حديث جلال الدين السيودي كتاب كيس الجامع الصغير كاه وكشيه حديث كاسو يساقونا دهي إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له قفل قلبه وجعل فيه اليقين والصدق إذا أراد الله بعبده خيرا حديث قال الحديث كان كم معناه وحوها إلهي أضون كيس أدو خير لدونه فتح له قفل قلبه قلبك قنفل كيس إلهي كفرا قلبك وقنفلية حي لحق يسيبون أكسن أمقليه يقين تسيبون أكسن أمقليه نور كيسيبون أكسن أمقليه وحكو قنفلا شهواتك هي الشبهاتك هي الزينة الدنيا دلالك الدنيا أي كحران وكو قنفلان الدون كمركة إلهي وخير لدهنا قنفلها بضان وقلبك سكو قنفلان وإلهي كفر فرا
وفلها شيطانك أيو إلهي كفرا مركز وقلبك إيمان يقين إلهي كبوحية. قال الله تعالى إلهي وحيره سبحانه وتعالى فمن يريد الله قفك إلهي ولدونه أن يهديه إنه هنونيه قفك إلهي هنون ولدونه يشرح إلهي وواسعيا صدره لابتي سي قلبي سا إلهي وواسعيا للإسلام إسلام لماذا دينة إسلام قفك إلهي خير ولدونه وهنون ولدونه إلهي وحيره سبحانه وتعالى قلبي سو واسعيا دينته دينت عريري كن غنميس عمل فلك يدنا لبكم آها بل دينت يعمل فلك يدنا يبرشد يدبا وحو أركا راحة قلبي راحة قلبي يسو أركا وقلبي يسدنا وحلو قردقا إنو كن راحة يسنايو دينت برشد يدي عبادة يدي كو عمل فلك يدي راحة الدريمي مركو عبادة يسناي محايا لي وحان قلبي اللوهين حبنه مصمين كران هوشا هدية آدن قلبي كجي علين حبنها ندبي كتها قلبي هديه هوشا أذن كجعلين لذلك قلبي مركو الدين تجعل هذا وقلبي الدين تجعل يهي وحلقوه هذا حبنها وحأفه وضانيا إن إلهي عابدان حبنك إن يسوكعان إن قرآنك آخرين تيسى حبنه أي بديان إن تسبيح ذي وردك حبنه أي بديان فضيد أعماش أذن فضيد النقر محايلي قلبي واسعة وجعل دين ومن يريد قفك إلهي ودونه أن يضله إن اللمي يقفك إلهي ودونينا يجعل صدره حبط كيسا قلبي كيسا إلهي وحكرقا ضيقا من عريريا قفك إلهي وبعدين لدوننا قلبي كيسا عريري إلهي كرقا وخير كي بمجلي دينت بمجلي عبادي سهدو سراه قلبي وحكدري من عريري عليس فكأنما يتنفس من سم إبرة وحد أملاين إنه عربد الضلال كذا كان نفسنا يأكل نفسي عرير يكون غني سيد لبعت هذا عبادة أيقهايس كان كلو إلهي قلبي جيس واسعينا عبادتي مركو جودا قالوا راح ودرين راح ودرين ما كل راح يس كان كلنا مركو عبادي سيسيره واحد مدة نفته وإني كل جيس نفته إني كل جيس لبك يرفعتك وكمرك ومن يريد قفك إلهي ودون أن يضله إنه اللميه يجعل صدره قلبي بيس إلهي ضيقا عريري يكبر حرجا عريري يسوء أدقيه عريري يسوء زائد يهي كأنما وابا إساقو يسعد إساقو كوري في السماء السمد إساقو عرك كوري كلمرك عبادة اللو قويرو أما خيرك اللو قويرو علمك آخر سل اللو قويرو عبادة سل يراهو way kala dhibadan tahay cirkaas fuul iyadoo lagu kalifay iyadoo lagu kalifay la yiri samada fuul way kala dhibadan tahay culays kadalika sidaas ayaa yajcalu Allahu ilahi u yeela arrijsa uquubada iyo cadaabka ala ladina kuwi dushoodii la yuuminuna an ilahi rumaynayn waa uquubo cibaadada oo la naco waa uquubo oo qofka ilahi uu ku ciqaabayo waqad xaqiiqa ittafaqa ahlu sunnati أهل السنة وحي اسكوا فقين على أن المؤمن قفك مؤمن كأه الذي مؤمن كأسو يحكم عليه مؤمن كدوشي سلقو حكمي بأنه مؤمن من أهل القبلة أهل القبلة إنو كمدي هاي أهل القبلة وحلو لجي يعني مسلمين إنو كمدي هاي محايا لقبلة وحلو لجي قبلة قفك الصلاة ولجي سنة وصلاة قبلة حقه ده أتو كنية وحي الدليل تاينو مسلمي هاي مركة أهل القبلة يا أهل الإسلام وبمعنى واحد اسكو معنوي هدي اللي قفك وأهل القبلة يا قفك وأهل الإسلام وبمعنى واحد الذي قفك أسو يحكم عليه اللغو حكومة بأنه قفك من أهل القبلة أهل القبلة إنو كمدي هاي ومسلمين تو كمدي هاي اللغو حكومة ولا يخلد أن لغو وارنين في النار نار تدحذي ذنا أن لغو وارنين لا يكون علماء حيسكوا فقين قفك أسئنوا سنهانين إلا من روح مهن روح أسو اعتقد عقيدي بقلبه قلبه سدين الإسلام دينة الإسلام كقلبه سك عقيدي اعتقادا عقيدين اعتقاد كأسو جازما قوان يعني بلا شك اعتقاد عن شك يتردد عن لهي علماء حيث كوافقين
قفك اللغو حكومي كرو إنو مسلم يهي وحتى هذه النار تلقلية والعياذ بالله أن نار تلقو وارني ونار تأنكو وارني وقفك علمته حيسكو وافقين دينة إسلام كعقيدية ولبا اعتقاد قوان وأن شك كجر دينة إسلام كعقيدية اعتقاد قوان ووح شكي أن كجر عقيدية مرك اعتقاد كاس ولجدد لقلية هي وحوي وتصديق نبينا صلى الله عليه وسلم والنبي قول الرميه في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة وحكست النبي قول لي صلى الله عليه وسلم والضرورة هان لو فهميه ذاتك انتو ذا بلنبا اي فهميان اي فيما اشتهر وحي عان نقضيه اسكعان بين اهل الاسلام حتى صار العلم به يشبه العلم الحاصل بالضرورة إلى علمه وكمد نقضي علمه ضروراه بارخان يفكر أنه باهنين بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال وحياله حتى ذاتك عامد ويؤجيهين ودليل كأنه باهنين وإنه غفك عقيديه كوحدة الصانع إذ كان الله صنعيه إنه واحد يهي وكله ووجوب الصلاة والصوم صلاة إنه واجب تهي صوم كإنه واجب يهي وحقيقة البعث والجزاء ونحو ذلك إن آخر الله يسوع صار إن ليس أول مرينا يوحي الله سوى كلقف كن رميه والمراد من التصديق رمين تمراد كلاجلي يهاي قبول النفس ونفتنا يقبشون لما جاء به وحي النبي قل لي مت صلى الله عليه وسلم مع الرضا وترك العناد أيضا نفتنا رالك تهاي وحي النبي قل لي مت صلى الله عليه وسلم ماذا حدقنا وسمكو جرين لا مجرد وقوع الصدق في القلب رومانتا لولا مجيدو إن قلبك إكاغا سوى دعضو أرمها سيئني صحيهين ويرونيهين من غير إدعان أدقون أهبقان سمينين وقبول أدقون أقبلينين أوضان قادنين تاسي إيمان نقميس هداتي راه النبي صلى الله عليه وسلم وكس حانيا يوحو ليمي رونونا كشيغي لكن هدنا آدن أهبقان سمينين سي مومن نقميس مومن نقميس دو سي حقيقة آدن قادنينين وهذا أقبلينين وهذا سي حقيقة الرمينينين إذا هذا القدر قدر كان وإسكر الرمين كليا قلبك موجود وحلقه لي في كثير من الكفار كوبضا وقال هذا كم إذا الذين كانوا عالمين بحقيقة ما جاء به صلى الله عليه وسلم كوبضا وقال هذا كم إذا ويأغاية النبي إنه رن شيء صلى الله عليه وسلم لكن لك دين تما إيسان قادنين من إيسان أقبلينين سلاس أوغيدة وحيكون نغدين قالوا marka qofka waxa laga doonayaa i'tiqaad go'an oo aan shaki lahayn i'tiqaad kaas oo khaliyan kamaran min ash-shaki i'tiqaad kaas oo waliba kamaran shaki oo diinta qofku uusan ku shakiisnayn qofku haduu waxyaalihi uu la yimid nabiga sallallahu alayhi wa sallam wax kamid haduu ku shakiyo oo midna waxyaalaha daruuriga loo ogaanay sida tawxiidka iyo kale jiritaanka ilaahay oo kale قيامها أو كله بعثك إن ليس صار يو سراتك يو كله عذاب القبر إن وجره نعيم القبر إن وجره أرمها سيدا ضروري قال له أجي هاي هذو كل شك يبا يروح النقطة قف قالها قف قال النقطة مسلم النقطة ما يو قفك وإنه سيدا با وإن شك لهين وأرم يه وحي نبي قل لي مثل الله عليه وسلم أولي برمين كلي ما هن وقلب كان كره ما يسنا هاي يا قلب كان أم كره ما يكلي ما هن ونطق هذا كدواقي بالشهادتين لبدا الشهادة هذا قفك وينو كدواق وعربك وكدواق لبدا الشهادة لبدا الشهادة محل لجيدا وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وينو هذا قفك ويراه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وينو يراه فإن اقتصر على إحداهما لبدا الشهادة متكم إذا هدوكو قابصده ومثلا وحير قفك أشهد أن لا إله إلا الله أنا وحن قرصناه إلهي مويا الله كلين وسنجرين كمدرين وأشهد أن محمد رسول الله ورسول نبي النبي ما بقر سنة صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل القبلة مسلم نقن ماي قف مسلم أهل القبلة نقن مايو إذا النطق بهما لبلا الشهادة إن لقد واقع شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه الدنيا أحكام تيدا إن الله أقون صدقوف مسلم إنه يهي وحا شرد أهل لبدا الشهادة إنه كل واقوها ديك اللي ما أقون صنعيه إنه مسلم يهي كالصلاة خلفه قداش يسوك لصلاة لقمتك نايو لقمحرنايو
وعليه هدور دنتنا صلاة الجوت كالمايو ودفنه آسديس في مقابر المسلمين قبورة مسلمين تنا لغو آسمايو إلا هو حكم غن لبدي الشهادتين متكمل حكم غن مسلم نقن مايو وتوارث إسدحلدي أوكلا والمناكحة النكاح يوكلا وقبر مسلم هذا من نكاح سنكره فمن صدق بقلبه خفك قلبه سكر مايا ولم يقر بلسانه لا لعذر منه عذر دارنا وسنجرنا وقف عرب الله وما أنا هذا اللي كرن وصنهين ولا لإباء ديد من أنا هين بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله قفك يعني قلبه سكر مايا وحي النبي قل يمين صلى الله عليه وسلم لكن عربك وقمت واقع ديد منا كماها وما ديدنا وهو رميسين يهي رمين صحوا رميسين يهي فهو مؤمن عند الله إلا يكتس مؤمن وكيهي غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية لكن أنه مدى هينو وقف مؤمن وأحكام الشرع والدنيا ما اللي قد درينا يو صلاة لقمتك يهدو غير يوضو ما دام أصن كل واقعين شهادتينك ومن أقر بلسانه قفك عربك سكقري ولم يصدق بقلبه قلبه سنا ولم يصدق بقلبه قلبه سأن كرمين كالمنافق ومنافق يوكلو وهو يعرب كي وحكليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قلبه نمحا وجره وحاسه وابين توحيد كيف وابين قلبه وجرت ومنافق قلبه قال كيه مسلم من نقرأ فبالعكس وعكس يوكله الدنيا ده يعني مسلم ما يعيس ولا يستجيري لكن إلهي أكتس قالوا كيه هي آخرة وقالوا حقيقة ديس حتى أن نطلع إلى أن كدى على عنه على بادنه قده بظهور علامة علامة نوغة ظاهرة إلى أن كوغى أنه حلين واسك منافق كسجود للسنم أصغى السنم سجود يهدان أرقنه دي وقال عبدستي أو استخفاف بمصحف أما مصحف أفوضي السنايو فنحكم بكفر مركب وحن حكومينا إنه قاليه خاليا اعتقاد كاس وخاليا كمرا من الشك شك وندغ كل واقي بالشهادتين قلبنا وإنه كعقيديه لبدا الشهادتين وكل واقه وعن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي وحلق وريي عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إنه يري عمر بن الخطاب بينما وقت نحن أنقو عند رسول الله رسولك إلهي أكتيسة النقوة صلى الله عليه وسلم ذات يوم مال حالة صاحبة مال حالة صاحبة النقوة النبي أكتيسة جوغنا صلى الله عليه وسلم إذ وقتك أصدلع وحا صائف بحي علينا الدشة أن وحا كصائف بحي رجل ننكاسو شديد بياض الثياب بركيسة عدانتيسو أي أد درينهن مرك الثياب داس أيضا حنكم معنينينا بمعنى الإضافة أيضا إضافة كجرت أوكلة محايا لي معناها حقيقة وحوها شديد بياض ثيابه ساسو حقيقة هاي الثياب كان مضاف أهانجري هذا ما يشأل لك أحد فنا مضاف أهان مضاف إليه أي أهانجرتي مرك معناها أيام كم معنينينا وحلينا هاي ننكاسو شديد بياض الثياب بركيسة عدانتيسو أي أدو الدرينهم ننوحا نوسا إفبحي وير سيدنا عمر لار عد عدوته وليبا أدو عد لنكاسو شديد سواد الشعر تنتيسا مدوغيسونا أدو الدرينهم وتنتيسونا أدو مدوده وصيد يوكالي أصل كوحوها شديد سواد شعره مركا تنتيسا كمعنين يدو شعركم مضافي هاي أوكالي وها محذوفا لو أديفين ننكاسو شديد سواد شعري تنتيسا مدو قيد او درين تنتنا اد او قمدو ننكاسو الله يرى عليه ننكا دوشيسا ان لغو اركينين اثر السفر سفر كا استانتيس ننكي مركان فيرسو نن مسافرنا اما اكا ووحد اما لين نن مقالة يعني دحدة دا وكيمت انو يهي نن مقالة لغي يقان معها ولا يعرف ان كاسنا ما غرانايو منا انغا حالو نغا ميديهي احد قفنا ما غرانيس اتا قاننا ما جرت حتى جلس الى نكاسي او فريستي الى النبي نبي حقيسه صلى الله عليه وسلم اي الله سو فريستي فاسند نكاسي ركبتيه لبديسي جليب
ayuu wuxuu ku tiiriyay ilaa rukbatayhi nabiga labadiisii jilib sallallahu calayhi wasallam. Suu u soo socday, wuu fadhiistay, jilbihiisii wuxuu u saaray jilbihii nabiga sallallahu calayhi wasallam. Wa wadaca kafayhi, labadiisii calaa caloodna wuxuu dul saaray calaa fakhidayhi, fakhiday rasuulillaahi sallallahu calayhi wasallam. Nabiga labadiisii cajirood ayuu dusha ka saaray calaa calihiisii, calaa calihiisiina nabiga cajiradiisii ayuu saartay sallallahu calayhi wasallam. Wa qaala, markaasu wuxuu yidhi ninkii, yaa muxammadu, muxammadow, akhbirnii, iga waran cani lislaam, islaamnimada iga waran, iyo arkaanta islaamka ula jeedaa, yani can arkaan alislaam, waxaad ibartaad ii sheegtaa tiirarka islaamku ku dhisan yahay, tiirarka islaamku ku dhisan yahay ii sheeg. Fa qaala rasuulullaahi, rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, alislaamu, islaamku, an tashhada, waa inaad qirto, an laa ilaaha ila allah, ilaahay mahane alla kale inuusan jirin, wa anna muxammadan nabiyullaahi muxammadna sala allahu calayhi wasalam rasuulullaahi, rasuulka ilaahay inuu yahay, waa inaad qirto. Waa rukn alawal, rukniga ugu horreeya waa towxiidka, waa in qofku uu qiro ilaahay jiritaankiisa iyo risaalada nabiga sala allahu calayhi wasalam. Wa tuqiima, rukniga labaad asalaata, salaadana waa inaad oogto oo salaada aad tukatid. Rukniga saddexaad wa tu'tiya zakaata, zakadana waa inaad bixisid. Rukniga afaraad wa tasuuma ramadaana, ramadaankana waa inaad soomtid. Rukniga ugu dambeeya oo shanaad wa taxuja albeyta, beytka ilaahayna waa inaad xajiso oo kacbada aad xaj u aadid. In istadacta, haddii aad awoodid, ilayhi ila albeyti, beytkaas, sabiilan min sabiil, xagga jidka haddaad ku awoodid, oo yacni waxaa loola jeedaa istidaaca haddii aad heshid, oo qarashkii lagu aadi lahaa iyo maalkii lagu aadi lahaa iyo caafimaadkii lagu aadi lahaa haddii aad haysatid. Xajkuna waa rukni min arkaan alislaam oo waajib uu qofka ku yahay mustadiica ah oo awoodda leh. Marka nabigeena sallallahu calayhi wasalam wuxuu u sharxay ninkii arkaan alislaam alkhamsa, arkaanta islaamka oo shanta ahayd, waa in shantaas tiir laga helo qofka muslimka ah. Qaala, wuxuu yidhi markaas ninkii, sadaqta, run ayaad sheegtay, yidhi nabiyullaahi maxamedu sallallahu calayhi wasalam, waa runtaa. Qaala, wuxuu yidhi markaas sayyidunaa cumar wuxuu yidhi, facajibnaa lahu, waan la yaabnay ninkaas su'aalaha weydinaya saa'ilka ah. Yas'aluhu, nabiga waxbuu su'aalihi sallallahu calayhi wasalam, wayusadiquhu, wuuna u rumaynaa nabiga sallallahu calayhi wasalam. Oo markaad fiiriso su'aashiisana waxaad isleedahay, ninkani waxa uu su'aalayo waa ninaan ogeyn oo cilmi kororsanaya ayaad u malaysaa su'aashiisa. Markii jawaabta loo sheegana waa run markuu leeyahana, oo runaad sheegtana waxaad u malayn nin caalim ahayba oo waxa uu su'aalayaba isagu ogaayba. Marka labada arrimood ayaa isdiiday uu yidhi, su'aashiina waxaad u malayn qof cilmi kororsanay, sadaqta markuu leeyahay runaad sheegtana waxaad u malaynaya inuu horaba u ogaa. Qaala, wuxuu yidhi sayyidunaa cumar, facajibnaa lahu, ninkii waa la yaabnay, yas'aluhu, nabiga waxbuu su'aali sallallahu calayhi wasalam, wayusadiquhu, nabigana waa u rumayna. Qaala, wuxuu yidhi haddana ninkii, faakhbirnii, iiga waran, can iliimaan, can arkaan iliimaan, bal haddana arkaanta iimaanka, iimaanka qodobada uu ku taagan yahay ii sheeg. Waa arkaanu liimaan asita, arkaantii iimaanku lixda ahayd ii sheegu ula jeeda. Qaala, wuxuu yidhi markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam, an tu'mina billaah, waa inaad ilaahay rumayso, waa rukniga ugu horeeya, oo malaa'ikati ilaahay malaa'igtiisa waa inaad rumaysid, wa kutubihi ilaahay kutubtiisa waa inaad rumaysid, wa rusulihi ilaahay rusushiisa waa inaad rumaysid, wal yowmi maalintana waa inaad rumaysid, yoomkaasu alaakhiri ugu dambeeya oo yoom kaloo ka dambeynaya uusan jirin, wa tu'mina bilqadari, qadarta ilaahayna waa inaad rumaysid, khayrihi khayri lqadar, qadarka ilaahay khayrkiisa waa inaad rumaysid, wa sharihi shari lqadar, qadarta ilaahay sharteedana waa inaad rumaysid, oo xagga ilaahay wixii khayr oo kaaga yimaadana waa inaad aaminsan tahay xagga ilaahay inay kaaga yimaadeen, wixii sharahoo kugu dhacana waa inaad rumaysan tahay wax ilaahay kuu qadaray,
oo ka facweyn oo ilaahay hore uu kugu qorsheeyay in uu yahay arrinkan kugu dhacay. Qaala wuxuu yiri, haddana ninkii sadaqta runaad sheegtay. Markii lixdii rugni arkaanul iimaanna lixdaas uu ka kooban yahay, waa al-iimaan billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wal iimaan bil qadar. Lixdaas weeye lixda looga baahan yahay qofka muuminka inuu ku sifoobo. Qaala wuxuu yiri, ninkii sadaqta runaad sheegtay. Qaala wuxuu yiri, haddana ninkii wuxuu yiri, faakhbirnii iga waran can ilixsaan. عن الإحسان، عن حقيقة الإحسان، بل إحسانك حقيقة ديسة إيقوارن مركا قفك الله بيه كرو قفك سيوو وراجيي عبادة ديسية إيمان كيسي وكرهن شاقي مركا الله بيه كرو بل إحسانك إيشاق. قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله. إحسانك وإن إلهي عابدت كأنك أدقو تراه إلهي أركا يأكله adigoo ilaahay arkaya oo kale waanaad ilaahay u caabudid. Fa in lam takun, haddii aadan ahayn taraahu mid ilaahay arkay, fa innahu ilaahay yaraaka, isagaa ilaahay ku arkay. Marka waa hadal gaaban, macno weynna xambaarsan, waa kalaam wajiiza laakiin wuxuu xambaarsan yahay macno weyn. Maxaa yeelay nabiga sallallahu calayhi wasallam ixsaankii wuxuu ku fasiray qofku markuu ilaahay caabudayo waa inuu ilaahay u caabudo isagoo ilaahay arkaya oo kale. Waa yaqiintii haddaanu soo fasiraynay, yaqiintii haddaanu ka sheekaynaynay weyo, markii salaada aad xiranaysid adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala arkaya oo ilaahay xaqiiq ahaan hortiisi taagan oo kale, waa inaad u muuqatid khushuucaaga, tadarucaaga, sida qalbigaagu uu xaadir u yahay. Kadaalika markaad qur-aanka akhrinaysid waa inaad si toosa adigoo ilaahay ula hadlaya oo kale, oo qur-aanka si toosa ilaahay uga dhegaysanaya oo kale, oo ilaahay uga maqlaya, waa inaad qur-aanka u akhrisado oo qalbi xaadir ah cibaadadaada dhan ay ku salaysantahay. Markii cisyaan iyo inaad ilaahay ku caasiso shaydaanku uu kugu sheekeeyana, waa in ilaahay adigoo arkaya oo kale qalbigaaga aad ka xasuusatid, oo ilaahay aad ka xishootid, oo ilaahay aad ka haybaysatid. Marka waa hadal gaaban laakiin macno weyn ku fadhiya. Qofku hadduu arrinkaas xaqiijiyana dembigiisu aad u yaraan, oo ilaahay maba caasinaayaba, cibaadadiisuna wuxuu ku heli khushuuc iyo macaan iyo dhadhan ayuu cibaadadiisa ka heli. Hadduu mar walbaba maqaamkan uu gaaro, waxaa la yidhaahdaa maqaamul ixsaan. Maqaamul ixsaan ayaa maqaamkan la yidhaahdaa, waxaana qofku uu ku gaari karaa maqaamkaas mujaahado iyo dadaal fara badan, inuu qalbigu markuu fakadaba inuu soo celiyo markuu salaada tukanayo, markuu fakado oo gurigii iyo suuqii iyo xafiiskii iyo markuu qalbigu u cararoba inuu hoggaanka haddana ku qabto, yac uu yidhaaho oo uu soo celiyo mar walbaba, oo uu xasuusto أن تعبد الله كأنك تراه. إن الله عابدد أدقوا إلهي أركي أوكال سبحانه وتعالى. هذا من جوامع كلمه، لأنه جمع مع وجازته بيان مراقبة العبد وحيكمتها. هذا اللذا نبي أكسو كل مية صلى الله عليه وسلم خير ودنبا وحو كل مية بيان مراقبة العبد ربه في جميع الأحوال، أحواش دن إن وقفك قلبك إلهي أكوهي، والإخلاص له إله إنه عبادة أخالص يالو في جميع الأعمال، والحث عليهما لبدد الإسكبه الرئيو مع بيان سببهما الحامل عليهما. سببت كوحاً باري إخلاصك هي مراقبة نوال عديي، لأنه لو قدر هدين لقدر لها أن أحداً قام إنه استاغو في عبادة ربه وهو يعاينها صغو إله أركي، لعل هدين لقدر سي حقيقة هدين إله يرتي سؤتاغاً وإله أجيدة عابد لقده لها، لم يترك شيئا قفك وحبك متغين، ومما يقدر عليه وحو أوداؤه من الخضوع والخشوع وحسن السمت هيبدا وناكسا وحفظ القلب والجوارح، قلبه حبنه سينو إلى الياء واجتماعه بظاهره وباطنه، ظاهر كيسة إيو باطن كيسة إنو أرورياء أو العليو الدنيا دلالال كيدو كعليو، إلا هدي لقدر لها سوى حقيقهان إلهي ارتاقا أتى بها أرنكاس والله إيمان لها، أو وحو اسكو كلف لها قلبه كيسة inuu san meelna aadin ayuu isku kallifi lahaa. Marka lidaalika mar walbaba waxaa muhiim ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala adigoo hortaagan oo kale cibaadadaada iyo iimaankaagu waa inay heerkaas inay gaaraan waa laga maarmaan. Ilaa waxa weeye ilaahay haddii aadan arkaynin isagaa ku arkay, isagaa kuu jeeda ilaahay haddii aadan arkaynin. Walidaalika waa in mar walbaba qalbiga la ilaaliyo meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala
أدونك وكقي مينا وقلبك قلبك وي ماشي إله النقاقي مينا سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم حديث صحيح مسلم نبي صلى الله عليه وسلم يري إلهي إذن ما فيرنا أيه للالكين أيه قروح دينا أيه جركين لكن قلبينا أيه إلهي فير يا سبحانه وتعالى ثم مركاك بعد انطلق الرجل ننك ووتك ننك أسوأ السائل السائل كاها ننك السائل السائل كاها ووتك فقال النبي نبي وحيري صلى الله عليه وسلم يا عمر عمر أتدري ما أكتهي من قف كيبو السائل سائلك أها قفك سؤاله لويديني عمر ومتقاني قال وحيري سيدنا عمر الله ورسوله إله رسول كيسا صلى الله عليه وسلم أي أعلم كعلم بدن إله رسول كيسا يعني ما أقان قفك سائلك علمك سؤالي قال مركز وحو يري النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سائل كاس جبريل أها إنك سؤالها يويديني جبريل أها جبريل نوا يقيني وحا أنك يويديني دانت أكلها وحوه أتاكم جبريل أدينك إدينيم يعلمكم حالو إذن برا يدينكم دينتين والنظام سؤال يجواب ووحو ربي الدينت إنه إذن كبره جبريل marka ula jeedada dhanba oo su'aalahan uu weydiinayay malaa'ika jibriil la yiraahdo waxay ahayd adinka inuu idin daneeyo oo hab su'aal iyo jawaab ku dhisan inuu diinta idin ku baro ayuu doonayay jibriil lidalika marka hadiskan waxyaalaha laga faa'iideystay waxa kamida malaa'iktu in ilaahi subhanahu wa ta'ala awood u siiyay ashkaal mukhtalifa inay iska dhigi karaan muqaalo bini aadam مقال بن آدم إنه إسكو يلي كران ملايكته محايا لي جبريل وحو إسكا صور لغي نن مريعة العدوة نن مريعة العدوة تنتي سوئي آدم مدودة أيو إسكا صور لغي مركز الصحابة دي وإسكا صور لح فريستو النبي قهرتي سوء فريستي صلى الله عليه وسلم تاسي مركز وحي تسنى ملايكة إلهي سبحانه وتعالى إن إلهي أود أسيي إن أي بن آدم صورة دي سي مقال كي سوكلا قفك أيو إمان كران وأود إلهي يسيه سبحانه وتعالى قال العلماء وعلماء وحي راهن الذين علماء سوهم أيقوا ورثة الأنبياء أنبياء دحلي علماء أنبياء الدين هي خيرك كدحلي وحي راهن من أتى قفك لي ماذا بالإيمان والإسلام إيمانك يا إسلامك لبدا وقفك لي ماذا جميعا ضمان حاليهم أركانتي شنتا هيدي أركان الإسلام وحديثك جبريل وشاقي إيه أركانتي اللحظة هيدا أركان الإيمان إيه حديثك هذا أنكسو قادني لبدا سبقفك لي ماذا فهو قفك مؤمن ومؤمن كاسو كامل دميسترا في الإيمان إيمانك كل دميسترا وصيدا لربطاسو قفك إنو كل ميو أن يجمع بين الأركان بين أركان الإسلام وأركان الإيمان ومؤمن كاملة دون كاس ومن تركهما لبدا وقفك إساقتك وأركان الإيمان لما إيمان أركان الإسلام لما إيمان فهو قفك أسي كافر وقال قال كاسو كامل لما استرى وقال كاس أن شكل هاي هذه أركان الإسلام كبير وديدي أركان الإيمان وديدي وقال عدو ومن ترك قفك إساقتك الإسلام إسلام لماذا قفك إساقتك وحده منفردا إسلام لماذا كلك يتحال وياهي أيوكتك أركانت إيمانك واللحظة هاي وليم إلهي ورميسان يهي رسوشي سي ملايكتي سي وكتبتي يوم الآخر ورميسان يهي قدرت إلهي ورميسان يهي لكن وحوكتك إسلام لماذا أوكلئه ده إسلام لماذا يوكتك مركل لي هاي وحلو لجه ده قضب بذك توحيدك كمجر توحيدك لا متي كروكاس وحلول الجدا صلاة دي متو كناي وصوم مسومي ما حجني زكاة سمين ماي لكن وحوليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مركز إسلام مدو كتجي مركز الوليها قيبها كلو كتجي لول الجدا لكن توحيدك واقراه فهو قف كاس مؤمن وهي مؤمن كاس ناقص
iimaankiisa islaamnimadiisu ay naaqis yihiin. Maxay la tawxiidkii keligiis waxba ku tari maayo, ashhadu an laa ilaaha illallah washhadu anna muxamedan rasuulullaahi uu yidhi, mana tukanaayo, mana soomaayo, mana xajinaayo, wixii oo dhanna way ku waajibeen. Qofkaasi maxaa la leeyahay? Waa mumin naaqis ah, mumin naaqisa weye qofkaasi. Culimmaduna waxayba isku khilaafeenba magaalaa mise waa mumin. Imaamu shaafici wuxuu leeyahay muslim waa la iska dhigi karaa, laakiin waa muslim naaqis, muslim naaqisa. Baynamaa imaamu axmed isagu uu leeyahay waaba gaalba, marba hadduusan salaad iyo tukanayn oo soom jirin oo zaka jirin oo xaj jirin, tawxiidka keligiis oo laa ilaaha illallah muxamedun rasuulullah keligiis ma lagu badbaadinaayo, muslimna laguma noqdo uu leeyahay imaamu axmed. Laakiin imaamu shaafici raximahullahu tacaala ayaa isagu wuxuu leeyahay qofku hadduu tawxiidka la yimaado laakiin salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo isagoo aaminsan, laakiin bishardi inuu aaminsan yahay inay waajib ku yihiin, laakiin uu leeyahay waa wehsan iyo shaydaana iga adkaaday iyo uuleeyahay waa muumin naaqis ah. Fa huwa mu'minun, muumin weeye muuminkaasoo naaqisun naaqis ah. Waman taraka, qofkii isaga tegey al-iimaana iimaannimadii, iimaankii uu ka tegey, iimaankii ayuu ka tegey. Fa huwa, qofkaasi oo iimaankii uu ka tegey, yacni ulajeedada laga leeyahay maxay tahay? Qofkaasi wuxuu sameeyey waa tasdiiqi qalbiga ahaa, qalbigii inuu ka rumeeyo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kutubtii iyo malaa'igtii, arkaantii lixda ahayd, arkaantaas lixda ah wuu ka tegey. Laakiin carabka muxuu ka leeyahay? ashhadu an laa ilaaha illallah washhadu anna muxamedan rasuulullah, carabka waa ka leeyahay. Qalbigana wuxuu ku qarsanaa gaalnimo. Fa huwa, kaasi munaafiq, kaas maxaa la leeyahay? Waa qof munaafiq ah. Xagga muuqaalka iyo carabka uu naga tusi inuu muslim yahay mooye, fa huwa munaafiq, ay muslimun daahira, xagga muuqaalka iyo carabka muslimuu ka yahay. Laakiin gudaha markii la yidhaaho munaafiq kaafira wey, waa munaafiq gaal ah ayuu qalbiga ka yahay. Faqad cusima damuhu wa maaluhu fi dunya, adduunyada maalkiisa iyo dhiiggiisa waa la nabadgelinaa lixurmati lislaam, kaafir fi laakhira. Laakiin aakhira markii la yidhaaho gaal cadaystay, waa gaal cadaystay. Yukhalladu macahum, gaalada micigooda la waarinaa fi naar, naartuna ku waari. Marba hadduu qalbigii qofku uu gaalnimo ku qarsanayo, muslimiintiina uu u muujinayo ashhadu an laa ilaaha illallah washhadu anna muxamedan rasuulullah, carabka biskaleya, qalbigana uu gaalnimo ku haysto, kaasi munaafiq weeyo, aakhira waa ahlu naar, naartuna kula waari doonaa gaalada. Wadaalika ka cabdillaahi bnu ubay bnu saluul, waa munaafiqii joogay oo kale xilligii nabiga sallallahu calayhi wasalam, oo la dhihi jiray cabdullaahi bnu ubay bnu saluul. Cabdullaahi bnu ubay bnu saluul ra'iisul munaafiqiin uu ahaa, munaafiqiinta dhan uu hogaaminayay, madax uu ahaa, madiinuu ku noolaa, nabiga sallallahu calayhi wasalam masaajidkiisu isaga soo tugtuka jiray. Waa salaad uun tusaayo kaliya isleeyahay, dhiiggaaga ha lagu badbaadiyo iyo maalka ha lagugu badbaadiyo kaliya isleeyahay. Qalbigana waxaa uga buuxay buqdi iyo nacayb islaamka, iyo nacayb uu nabiga necab yahay sallallahu calayhi wasalam ayaa qalbiga uga buuxiyey. Marka kaasoo kale waxa weeye waa gaal munaafiqa. Marka meesha waxaa inooga soo baxay muumin kaamil qof la leeyahay, iyo kaafir kaamil, iyo muumin naaqis, iyo munaafiq. Aqsaamtaasaa nooga soo baxay, aqsaamtana waan kala barannay. Muumin kaamil qofka la leeyahay waa qofkii arkaanul iimaan iyo arkaanul islaam dhammaantood laga helay. Kaafir kaamil marka la leeyahay waa gaal dhammaystira oo buuxana, waa qofkii labadaba isaga tegay, arkaanul iimaan iyo arkaanul islaam. Marka la leeyahay muumin naaqisa midka la leeyahayna waa qofka salaad aan tukanaynin, xajkii aan aadaynin, aan soomaynin, tawxiidkii bisu carabka ka qir, qalbigana waa ka qirsan yahay tawxiidka. Qalbiga iyo carabkaba laa ilaaha illallah muxamedun rasuulullah ayuu ka leeyahay, cibaadase ma jirto. Taasina maxaa la leeyahay waa muumin naaqis. Hadduu laakiin iimaankii qalbiga uu ka maqan yahay, salaadii iska dugdugkana, carabka wuxuu ka leeyahay laa ilaaha illallah muxamedun rasuulullah, qalbigana muxuu ku haystaa gaalnimo, qofkaas maxaa la leeyahay? Waa munaafiq mukhallad fi nnaar, naartuna gaalada kula waari, waa gaal cadaystay. والله سبحانه وتعالى أعلم.